شكرا. انا عملت اللي كان مفروض يحصل، بس ده ما ينفيش ان انا ليه عندكم حق، وهدفعكم التمن كلكم. تعامل زي الواقع في حفرة بدل ما يفكر هيطلع منها ازاي. مات وهو بيفكر مين اللي حفرها له. وانتي فاكرة بقى فلسفتك دي بتنفي التهمة عنك وعن اهلك؟ انا بس بحاول افهمك ان انا كمان واقع معاك في نفس الحفرة، بس تقريبا حبك لخطيبتك عماك عشان شكلك مش واخد بالك ان جوزي كمان انا مات. كلامك يبان منطقي، لكن ده مش معناه ان انا مصدقك. عموما الايام بينا لحد ما اوصل للقاتل. تمام. ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ خير؟ انت كويسه؟ يلا بينا نمشي. يلا بينا. يلا. برضه بشكرك تاني على اللي عملته معايا.